بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهنئة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.